السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا درس اللي هو سهل بالنسبه للمبتدئات اللي بغاو يخدموا مثلا جلابه ديال البرد على بركه الله، وغنخدموا غادي يناسب هذه الخدمه اللي خدمت معاكم من قبل. بالنسبه يعني انا حاولت نختار درس اللي سهل بالنسبه للمبتدئات مع الملاقيه اللي كنت خدمت من قبل، فهي كانت اصلا حتى هي سهله على بركه الله. شديت هنايا في الغرزه الاولى ديال هاد الحبيك، هذا خدمت انا الحبيك. الغرزه الثانيه غادي نجي ما بيناتهم، غادي ندور على البرا جوج مرات، غادي نخدم سنينه هي هذه، غادي نقلب عليها غادي نشد في الغرزه اللي حداها ديال الحبيك، غادي نمشي نطلع نيشان، غادي نشد في هذا الراس هذا ديال هاد السنينه هذه، غنشد في الراس ديالها وغندور على البرا غادي نطلعها نيشان، وغادي نطلع الخيط هكا ما نعوج البرا لاكلك، يعني تمشي نيشان هكا البرا، ونجر هذوك جوج دورات اللي دورت على البرا. نرجع في نفس الغرزه ونقلب على هاد السنينه هذه، ونجي لهاد القوس الصغير هذا اللي عندي هنايا، غادي نحبك عليه، واحد جوج ثلاثة، ونهبط نشد في الحبيك اللي علتو بنفس الطريقة. غادي نجي لهاد الراس هذا ديال هاد السنينة هذه، وغادي ندور على البرا جوج المرات، وغنقاد البرا على الطول هكايا، وغادي نجر وغادي نغلف هاد السنينه هادي، وغنهبط نحبك على هاد الخيط، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة، ونشد دابا في هاد الحبيك اللي علتو. الدرس اللي ساهل وفي نفس الوقت يطلع غزال، انا خدمت به قفطان وفي نفس الوقت خدمت به جلابه ديال البرد، يعني كيجي زوين وفي نفس الوقت وصغير، وبالنسبه للمبتدئات فهو سهل تقدروا تكملوه في نهار واحد. خدمت هنايا سنينه، غادي نشد في الثانيه، غادي نجي للراس ديال هادي، وغادي نوقف البرا نيشان وغنجر باش تعطيني هاد القوس هذا اللي غادي نحبك عليه. غادي نغلف هاد السنينه هادي ونهبط نحبك على هاد الخويط هذا، واحد جوج ثلاثة، ونشد في الحبيك اللي على الثوب، نعاود نطلع نشد في الراس ديال هاد السنينه هادي، ونوقف البرا وعاد نجر. ندخل في نفس الغرزه، نغلف هاد السنينه هادي، ونهبط نحبك على هاد الخويط هذا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ونشد في هاد الحبيك اللي علتو. بالنسبة للعدد مثلا أنا هنا جاوني هنا ثلاثة وفي الثانية ستة، بنفس العدد غادي نخدمو كلشي. جاكم كتر يعني احترمو نفس العدد، احترمو فيهم كاملين، ماشي وحدة يخدمو فيها خمسة وحدة فيها سبعة وحدة فيها ربعة، ما يمكنش. يعني احترمو واحد العدد اللي جاكم خدمو به الدرس كامل. بالنسبه لي انا هنا غادي نخدم جوج ديال الالوان، غنخدم بهذا اللون هذا وهذا الاحمر اللي خدمت به هنايا طرز به هادي، غادي نجيب اللون الثاني وغادي نخدم به جوج من هاد الضيسات الثاني. هنا خدمت جوج بهذا اللون، غنخدم جوج باللون الاحمر،
هاد الخيط هذا غادي نردو من ورا يدي، باقي غادي نخدم به، باقي طويل. هنا كملت جوج بهاد اللون الاحمر. شنو غندير هاد الخيط هذا؟ غادي ندخلو ما بين هاد التوب وهاد التوب، يعني هنا راه عندي جوج، عندي واحد اللي من ورا الخدمه وواحد اللي من ورا من قدام الخدمه. كنجي كنخرجو هنايا، يعني ما بين التواب بجوج كنخرجو، كنخرجو هنايا فين غادي نخدم الدرياس. هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الدرس اللي خدمته مع هاد الملاقيه هذه اللي خدمت معكم من قبل. صراحه جا معاه زوين وفي نفس الوقت صغير، وتقدروا تكملوه داغي، يعني البياسه تقدروا تكملوها في النهار بهذا الدريس هذا. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا ايضا استفدتوا منه. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله.